السلام عليكم ورحمة الله أبطالي الأعزاء، أنا أخوكم وزميلكم دكتور مؤمل، واليوم إن شاء الله أشرح لك الأسئلة الخاصة بالمحاضرة السابعة واللي تحتوي على وزاريات إجتك بالدور الأول، وأسئلة أنا سويتها لك شبيهة بالنمط الوزاري. هاي يا أبطال، إذا مستعدين نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. نبدي بحل الوزاريات ونجي لأول سؤال. بالمناسبة خل أقول لك معلومة قبل لا أحل لك السؤال. شوف يا بطل، هذا عندك الاكسجين زين، وهذا عندك الالكترون، هذا عندك الكترون، هذا الكترون الكترون. لما الاكسجين هو المستقبل النهائي، هو اللي المستقبل النهائي للالكترون، يعني لما الاكسجين هو اللي يفتح حضن الالكترون، ها الاكسجين هنا فتح حضن الالكترون، فنقول انه العملية هذه ايروبيك respiration، تنفس هوائي. ليش؟ لان المستقبل الاخير للالكترون هو الاكسجين، فاقول aerobic respiration. لكن في حال اذا كان المستقبل النهائي، اذا كان المستقبل النهائي للالكترون ليس الاكسجين، يعني اي عنصر اخر غير الاكسجين، مثلا خلينا نقول نيتروجين، اي عنصر اخر غير الاكسجين دا يستقبل الالكترون، فنقول هذه العملية هي تنفس لا هوائي، لان الاكسجين ما موجود بالموضوع. زين، هاي فهمناها. فلما تيجي تقرأ السؤال يقول لك يشار الى العملية، refer يشار الى البروسيس، الى العملية التي تستخدم، ذات يوز تستخدم مستقبل نهائي، اللي تستخدم لك final acceptor، final نهائي acceptor مستقبل للالكترون هو other than oxygen، يعني ليس الاكسجين. من يقول لك other than oxygen معناها ليس الاكسجين. فهنا اذا ما انه العملية ما تستخدم لك الاكسجين، هل تقدر تقول عليها هذه تنفس هوائي؟ مستحيل. اذا هذه 100% جوابها an aerobic respiration. an يعني لا، aerobic هوائي، اي ان التنفس respiration هنا هو لا هوائي. انتهى السؤال. السؤال اللي بعده يقول لك obligated an aerobic bacteria. طبعا خل اقول لك ملاحظة، an aerobic bacteria، البكتيريا اللاهوائية شنو ميزتها؟ البكتيريا an aerobic اللاهوائية، هذه البكتيريا اللاهوائية ميزتها انه تكره الاكسجين. اوهو اوهو، من اسمها لاهوائية، ما تحب الاكسجين. يقول لك اذا تشوف الاكسجين تنتحر تموت. اذا هذه البكتيريا عندها عداء مع شنو؟ مع الاكسجين. من اقول لك ان ايروبيك بكتيريا، بين هي بكتيريا لا هوائيه، العدو مالتها هو الاكسجين، فيقول لك 100% هذه ما تستطيع، كان نوت لا تستطيع ان تتضاعف ملتبلاي عنده، ان ذا بريسنس عنده وجود الاكسجين 100%، لان هي تكره الاكسجين. فاذا شافت الاكسجين تتوقع تقدر تتضاعف؟ لو لا مستحيل تقدر شنو؟ ملتبلاي، كان نوت ملتبلاي. السؤال اللي بعده يقول لك فيرمنتيشن، شنو عملية الفيرمنتيشن؟ عملية الفيرمنتيشن هي نفسها التنفس اللاهوائي. الفيرمنتيشن، عملية الفيرمنتيشن هي نفسها الان ايروبيك ريسبيريشن، هي نفسها التنفس اللاهوائي. هاي خليها ببالك، هاي معلومة خليها ببالك. زين، عملية الفرمنتيشن بيها يصير شغلتين. زين، يصير بيها شغلتين. الشغلة الأولى بالفرمنتيشن شغلتين. أولاً يصير الشغلة الأولى تكسير، أوكسيديشن معناها تكسير المن للجلوكوز، هذا سكر، سكر الجلوكوز، يصير تكسير للجلوكوز، لكن إنكومبليت، غير كامل، فيصير تكسير غير كامل للجلوكوز. احفظوا وياي، الفيرمنتيشن شغلتين، اولا تكسير غير كامل للجلوكوز، لسكر الجلوكوز، فهي اولا انكومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز، تكسير غير كامل للجلوكوز. وعمليه الفيرمنتيشن بما انه قلنا هي تساوي ان ايروبيك، يعني تعتبر هي لا هوائيه، هذه العمليه هي معناها التنفس اللاهوائي، معناها تحدث بوجود الاكسجين، لو عند غياب الاكسجين، بما انها قلنا لا هوائيه فهي تحدث عند غياب الابسنس اوف اوكسجين، هذه تحدث عند ابسنس اوف اوكسجين. من يقول لك شغلتين، تكسير غير كامل للجلوكوز زائدا تحدث عند
absence of oxygen عند غياب الاكسجين فتحذف عليها انه هاي شنو fermentation. زين السؤال اللي بعده يقول لك باوع شايف انت من تروح هذه سيارتك تروح تفولها طاقه تفولها بنزين تفولها طاقه زين شو تقول تقول اذا انت فولتها فيقول لك المسار اللي شنو اللي ينتج لك produce energy ينتج لك طاقة فهذا المسار فهذا الباثوي هذا المسار اقول عليه feeling pathway مسار مفول ها طبعا مسار مفول لان انتج لك طاقة ببساطة اخذ لي هذه هنا البداية واخذ لي كلمة feeling pathway وحل السؤال ببساطة جدا زين من اجي اسألك سؤال اقول لك another term for biosynthesis is شنو شو تقول لي باوع خل اقول لك ملاحظة يا بطل الابطال يا بطل العراق الادي الانابوليزم انابوليزم الانابوليزم اللي هي عملية البناء انابوليزم هي عملية البناء بها ثلاث اشياء فدوا اروح لك ركزوا وياي اولا بايوسينثيسيس التخليق الحيوي بايوسينثيسيس انت جاي تبني فلازم شنو تسوي بايو سينثيسيس زين ثانيا اسيمبلي اللي هو شنو اسيمبلي اللي هو التجميع ثالثا البولي ميرايزيشن يلا يا بطل اذا الانابوليزم هاي تحلك ثلاث ام سي كيوات انابوليزم يشار له الى ثلاث عمليات البايو سينثيسيس الاسيمبلي والبوليميرايزيشن انت تريد تبني شيء عندك ثلاث خطوات انت تريد تبني اي شيء تسوي انابوليزم تسوي بناء عندك ثلاث خطوات انابوليزم اسيمبلي وبوليميرايزيشن يلا يا بطل العراق من اقول لك another term مصطلح اخر term يعني مصطلح another اخر الى البايوسينثيسيس هو شنو هو الانابوليزم لان قلنا احنا انه الانابوليزم ترادف شنو البايوسينثيسيس زين يجيب لك سؤال اخر هذه شبيه بالوزاري انا سويته لك another term for polymerization شو تقول لي هم تقول لي الانابوليزم زين اجيب لك سؤال اخر another term مصطلح اخر for assembly شو تقول لي الانابوليزم شوف فانت من تحفظ هذا الثلاث خطوات انه الانابوليزم يشار له الى البايوسينثيسيس الاسيمبلي البوليمرايزيشن تحلي الاسئله الاتيه زين يا بطل نكمل انا وياك قايل لك بريكورسر كومباوند ار جوينت فور ذا كرييشن اوف لارجر مولكيول باوع يا بطل العراق بريكورسر كومباوند يعني مواد البناء كومباوند يعني مواد بريكورسر البناء مواد البناء انا اعتبره طابوق زين يقول لك هذا الطابوق لما شنو لما ار جوينت تجمعه وتربطه جوينت تربطه وتكون بي لارجر مولكيول تكون بي سياج لارجر يعني اكبر مولكيول جزيئه هو طابوق جمعته وسويت بي شنو سويت بي شنو سياج هذا طابوق سويت بي سياج فانت دا تسوي يا عمليه مع بينه سهله انا جاي ابني جبت طابوق ومن هذا الطابوق سويت سياج معناها انا سويت الانابوليك ميتابوليزم عمليه البناء حباب انت طابوق سويت لي لارجر مولكيول هذه بريكورسر كومباوند مواد بناء سويت بها لارجر مولكيول سويت بها جزيئات اكبر اذا هذه 100% انابوليك ميتابوليزم سؤال اللي بعده ذا برودكشن اوف بريكورسر اند انرجي ان ذا سيل يعني هسه انا اسالك سؤال انت حتى تبني تحتاج شغلتين حتى تبني اي شيء تحتاج شغلتين تحتاج مواد بناء حتى تسوي انابوليزم تحتاج مواد بناء وتحتاج انرجي تحتاج فلوس زين هذني منين تجيب هالمواد البناء والانرجي يقول لك يا به هذني تاخذ الفاس مالتك وتروح شكو شي تروح تكسره وتبيعه وتحصل عليه فلوس
اي شيء تكسره تحصل عليه مواد بناء وتبيعه تحصل بيهن شنو فلوس. فاذا انت يراد لك تسوي كاتابوليزم، كاتابوليزم عملية هدم تكسير، تكسر الاشياء حتى شو تحصل؟ حتى تحصل مواد بناء وتحصل انرجي، تحصل فلوس تروح تبني بيه. ايش قد حلوه القضيه. فمن يقول لك ذا برودكشن انتاج بريكورسر، انتاج مواد البناء والانرجي والطاقه بالخليه عن طريق شنو؟ باي شنو؟ عن طريق يقول له عمليه الكاتابوليزم، عن طريق عمليه الهدم. ها عن طريق عمليه الهدم. زين يا بطل السؤال اللي بعده يقول لك use the precursor product in the dozens of pathway to produce a variety of building block. يقول لك هسه انت حصلت على مواد البناء، هاي المواد البناء البريكورسر، المواد البناء، مواد البناء حصلت عليها مواد البناء. يقول لك هاي المواد البناء لما تبني بيها، لما شنو؟ لما بروديوس تنتج بيها هاي مواد البناء تبني بيها بولدينج بلوك، حجر اساس. ها شباب، ها ابطال، لما تبني بيها حجر اساس، يعني انت مواد البناء اول شيء اذا اردت تبني بيت اول شيء تسوي صبة البيت، سامعين بيها؟ صبة البيت هي البولدينج بلوك، هي الحجر الاساس. مثل شنو؟ مثل اعطيني امثله على البيلدينج بلوك، مثل الامينو اسيد، الاحماض الامينيه، الدهون، الفاتي اسيد، الدهون، الشوغر، السكر، زين والى اخره، هاي تعتبر بيلدينج بلوك، حجر اساس. فانت مواد بناء اول شيء تبني بيه الصبه. زين؟ فانت اول شيء بالبريكورسر ميتابولايت، بريكورسر ميتابولايت هاي مواد بناء بنيت بيها شنو؟ بنيت بيها بيلدينج بلوك، بيلدينج بلوك الصبه مالت البيت، الصبه. هذه الخطوه اسميها بايوسينثيسيس. حباب، بناء صبه البيت، بناء البيلدينج بلوك، تكوين بيلدينج بلوك هي بايوسينثيسيس. زين تعالوا وياي. اذا خوش، بناء صبه البيت هي بايوسينثيسيس. اذا النوب الخطوه اللي بعدها البيلدينج بلوك، تحول هذه البيلدينج بلوك، سويت الصبه، النوب شو تسوي؟ تسوي السياج، تسوي سياج البيت، تسوي سياج البيت، تسوي سياج البيت. فهنا راح اسوي المايكرو مولكيول، المايكرو مولكيول يعني تحولت من الصبه الى سياج البيت، الى المايكرو مولكيول. هنا هاي التحويله من الصبه الى سياج البيت، من البيلدينج بلوك الى المايكرو مولكيول، شو نسميها؟ اذا تعالوا وياي، اذا التحويله كونفرتنج، التحويله من الصبه، من البيلدينج بلوك الى المايكرو مولكيول، نسميها شنو؟ نسميها البوليميرايزيشن، البوليميرايزيشن. فاذا صبه البيت هي بايوسينثيسيس، بنيت صبه مال البيت هذه بايوسينثيسيس، تحولت من صبه البيت الى سياج البيت الى مايكرو مولكيول، شنو هذه العمليه صارت؟ تسميها بوليميرايزيشن. فهذه راح تساوي، هذه راح تساوي بوليميرايزيشن، بوليميرايزيشن. زين اعطيني امثله على انواع سياج البيت على المايكرو مولكيول. تقول له الليبيد، دهون، السكريات، سكرايد، هاي شوف السكرايد، سكرايد بروتين، حلو، بروتينات، دهونات، ليبيد وسكرايد وسكريات، هاي امثله على السياجات مال البيت. زين هسه يا بطل العراق نجي الى انت سويت سياج البيت، اليوم عجبك خلاص اشتغل البيت كله، اكمله كله. ها فاذا التحويله انه تصنع بيها البيت كله، تحولت من مايكرو مولكيول، من جزيئات اكبر، تحولت الى صنعت ستراكشر كله. شو ستراكشر كله؟ البيت كله. ها انت هسه حاليا بنيت البيت كله، فهذه العمليه اسميها اسامبلي، عمليه اسامبلي. بكل بساطه شوف، اول شيء بديت بالصبه اللي هي بيلدينج بلوك، انه بتحولت الى مايكرو مولكيول هاي بوليميرايزيشن، انه بتحولت الى صنعت ستراكشر البيت كله، هاي اسميها اسامبلي. فيقول لك ريفيرنج يشار الى تحويل المايكرو مولكيول الى شنو؟ الى ستراكشر، الى كومبوننت ستراكشر، الى ستراكشر كامل.
فهذا ايش نسميها assembly reaction. زين سؤال، قلنا اذا كان المستقبل النهائي هو الاكسجين، اذا كان اشار الى العملية اللي مستقبلها النهائي اللي الفاينل الكترون اسبتر اللي مستقبل الالكتروني النهائي هو الاكسجين، ايش اقول عنها؟ اقول عنها تنفس هوائي، لان بيها الاكسجين يحضن الالكترون، لما الاكسجين يحضن الالكترون هذه عملية يسميها ايروبيك ريسبيريشن. السؤال اللي بعده قايل لك بعض البكتيريا، صم بكتيريا ما تقدر تعيش، انيبل غير قادرة على ان تعيش في غياب الاكسجين. هاي معناها شنو؟ هاي معناها بكتيريا هوائية، بكتيريا هوائية. البكتيريا الهوائية تقول لك اني حباب لازم اكو اكسجين بحياتي، اني مصدر سعادتي الاكسجين. انت تحكي صدق، انت مخليني بدون اكسجين، انت ابسنس اوف اكسجين، بدون اكسجين انا ما اقدر اعيش، اني انيبل غير قادر على ان اعيش. فهذه البكتيريا هي شنو؟ بكتيريا ايروبيك هوائيه ستريكتلي، يعني لازم توفر لها اكسجين. يقول لك اني ابسنس اكسجين، ماكو اكسجين، يعني انيبل، يعني ما اقدر اعيش، غير قادر على شنو؟ ان انمو، عن اكبر. فهاي البكتيريا مبينه بكتيريا هوائيه لان تقاتل على وجود الاكسجين، زين، وترفض غياب الاكسجين. ها شوف، اذا البكتيريا تحب الاكسجين، فهاي بكتيريا هوائيه سهله جدا. زين، لما لقيت لك بكتيريا اذر بكتيريا، والله هاي البكتيريا تقول لك انا عادي، سواء وفرت له اكسجين، سواء ايروبيك ريسبيريشن يعني وفرت له اكسجين، ايروبيك ريسبيريشن يعني وفرت لها اكسجين، او والله فرمنتيشن يعني ما وفرت له اكسجين، انا اعيش ما عندي مشكله. يعني سواء وفرت له اكسجين، سواء ايروبيك ريسبيريشن اعيش، سواء ما وفرت لي، سواء اعطيتني فرمنتيشن تنفس لا هوائي، ماكو اكسجين، فان شنو؟ فان يعيش. فهاي البكتيريا نقول عليها بكتيريا اختيارية، فاكلتاتيف. بكتيريا شنو؟ اختيارية، يسمونها فاكلتاتيف ان ايروبيك بكتيريا، البكتيريا الاختيارية، وتتذكرها بدايتها فاكلتاتيف. ليش؟ لان عادي وفرت الاكسجين تعيش، ما وفرت الاكسجين هم تعيش. زين، واني اعتذر عن كل تقصير، لان شوية بصراحة صحتي يعني كلش متخربطة هالفترة، وسامحوني على اي تقصير صار وياكم. اخوكم وزميلكم دكتور مؤمن نور ومسوي، مع السلامة.